بسم الله الرحمن الرحيم، نبدي كورس المصطلحات الطبية اللي من خلال هذا الكورس راح نتعلم الطريقة اللي لازم نتعامل بها ويا المصطلح الطبي. طبعا هذا الكورس راح يكون مفيد لجميع الطلاب المقبولين حديثا أو طلاب المرحلة الأولى بجميع التخصصات الصحية، لأنه هذا الكورس إن شاء الله راح من خلاله نتعلم أنا شلون أتعلم المصطلح الطبي بحيث يسهل لي انه اتعلم مصطلحات ثانيه. النقطه الثانيه راح اتعلم شلون اتعامل ويا مصطلح طبي واجهته وما اعرف شنو معناه، والاهم من هذا كله الكورس هذا راح يعلمنا شلون نتعلم المعلومات الجديده وكيفيه نطق المصطلح كذلك. فبالبدايه كورس المصطلحات الطبيه اللي هو الميديكال ترمينولوجي كورس، هذا الفيديو ان شاء الله راح يكون فيديو مقدمه، وراح يكون هذا الكورس على شكل محطات. المحطة الأولى اللي هي فيديو اليوم المقدمة، فأنا عندي أهداف راح أتوقع أنه أنجزها بنهاية هاي المحطة. أول شيء معرفة أهداف الكورس، knowing the goals of the course، معرفة أهداف الكورس. النقطة الثانية فهم تركيب المصطلح الطبي، إن شاء الله راح نشوف المصطلح الطبي متكون من شنو، شلون يركبوه. فunderstand the structure of the medical term، understand فهم the structure تركيب the medical term اللي هو المصطلح الطبي، term معناها مصطلح وmedical معناها طبي. اوكي، ومن خلص هذا الفيديو ان شاء الله راح ارجع لكم على هاي الكلمات، وراح تكونون باذن الله قادرين انه تعرفون هاي الكلمات تحكي عن شنو بطريقة طبعا بعيدة قدر الامكان عن الحفظ وعن الجداول اللي ينطونا اياها الكلية ولازم نحفظها. راح نحاول انه نفتهم ونربط الامور بالواقع. فبداية اسم الكورس اللي هو الميديكال ترمينولوجي، ميديكال مثل ما ذكرنا قبل شوية معناها طبي، وترم مصطلح، ولوجي معناها علم. اوكي، اذا كلمة ترم هسه عرفناها معناها مصطلح T-E-R-M، ولوجي معناها علم، وترمينو هاي الترمينو راح نعرفها بالفيديوهات القادمة ان شاء الله شلون يركبوها، وهي عبارة عن شنو، مجرد احرف تربط الاجزاء ببعضها. فميديكال ترمينولوجي معناها هو علم المصطلحات الطبية. طبعا مثال ثاني على لوجي اللي هو بيولوجي، بيولوجي هاي كلمة مرة على اغلبنا. هسه لوجي علم، وبايو معناها شي حي. اوكي، فبيولوجي صار علم الاحياء. اذا اساني عرفت معنى كلمة لوجي، اذا من اقول ميديكال ترمينولوجي راح اعرف هذا علم، علم شنو، مصطلحات طبية، بيولوجي علم، علم شنو، علم الاحياء. بالنسبة لتركيب المصطلح الطبي، المصطلح الطبي راح يتكون من ثلاث اجزاء رئيسية. بداية اول جزء من عنده اسميه بادئة بالعربي اللي هو البريفكس. هسا بري هذا P-R-E، هاي نفسها الكلمة او المقطع من الكلمة راح نشوفه يتكرر هواي ومعناها قبل او البداية. اوكي، فبري بريفكس اللي هي البادئة، اذا هي اول كم حرف موجود بالمصطلح الطبي. المصطلح الطبي راح يتكون من اجزاء، الجزء الاول من عنده اللي هي البادئة البريفكس، واللي هي اني مثلتها ببذرة اللي راح تنمو وتكون شجرة. اني عندي بالشجرة الجزء الاساسي اللي هو الجذور مالتها اللي من خلالها راح تمتص المواد الغذائية وتكبر، لأن الجزء الأساسي هو الجذور الروت. أوكي، فالمصطلح الطبي الجزء الأساسي به هو الروت اللي هو جذر الكلمة، واللي غالبا راح يوضح لي اسم عضو من الجسم أو مرض إلى آخره. والجزء الأخير من الكلمة، يعني أنا بادية من جوالي فوق، الجزء الأخير اللي هو السفكس اللي هي اللاحقة اللي بعدين تلحق الجذر. إذا أنا المصطلح الطبي هذا بي بريفكس وبي root اللي هو جذر وبي السفكس. شلون أنا أعرف اللي هنا ينتهي البريفكس واللي هنا ينتهي الروت؟ هذا الشيء راح نتعرف عليه من الفيديوهات القادمة إن شاء الله. فهسه أنا عندي البريفكس هاي مايو. مايو بريفكس معناها عضلة، هي أصلاً العضلة بالإنجليزي شنو، مصل. فمايو معناها عضلة، هاي بريفكس متعلقة بالمصل اللي هي العضلة، وهاي الصورة على مود الناس. إذن مايو عضلة مصل. طبعا المصل بالانجليزي بيها اس، انا اقدر اقراها M-U-S-L-E، السي هاي سايلنت. اوكي، يعني مو مسكل، لا مصل. هذا بالنسبة للبريفكس. الروت بهاي الكلمة كارد، كارد كارد هذا جذر للقلب، يعني انا من اقول كارد باللاتيني معناها قلب، هارت بالانجليزي. اوكي، اذا هارت قلب كارد هذا الروت مال الكلمة.
إذن هسه أنا دا أعرف أنه هذا المصطلح قاعد يحكي عن عضلة وقلب. إيش بيها عضلة القلب؟ بيها آيتس. آيتس هذا سفكس لاحقة كلش راح تتكرر عليكم، معناها التهاب. أوكي؟ إذن مايوكاردايتس معناها شنو؟ معناها التهاب عضلة القلب، معناها عضلة القلب ملتهبة. إذن الآيتس هذا سفكس بمعنى inflammation. inflammation بالإنجليزي معناها التهاب. inflammation T-I-O-M أوكي هاي أي معناها التهاب. إذن أنا عرفت هذا المصطلح عبارة عن يريد يقول لي أنه أكو التهاب بعضلة القلب. زين، مثال ثاني على آيتس درماتيتس. درماتيتس طبعا درما درماتو، هاي الكلمة وين نشوفها؟ هواي نشوفها كاسم لعيادات التجميل أو عيارات الجلدية، لأنه هي أصلا معناها جلد باللاتيني، معناها جلد وين باللاتيني. إذا درماتيتس معناها التهاب الجلد. إذا أنا عرفت آيتس معناها شنو؟ التهاب، وتعلمت مايو سفكس معناها عضلة، وتعلمت كارد معناها قلب معناها هارت. نشوف هذا المثال تقدرون تعرفوا وحدكم. كارديولوجي، كارديولوجي أنا عرفت كارد معناها قلب، ولوجي معناها علم. إذا هذا شنو؟ علم القلب اللي هو أحد فروع الطب، طب القلب. أوكي؟ مثال كذلك على الكاردولايتس، هساني مثلا من أقرأ هذا المصطلح اللي هو البريكاردايتس. هذا المصطلح معناه شنو؟ أنا عرفت إنه أكو التهاب آيتس وأكو كارد، أكو التهاب بالقلب، بس أكو فشي بعد ما أعرفه. جيد، عرفت أكو التهاب بالقلب، ممتاز، هاي المعلومة اللي عرفناها رأسا. طبعا هاي البريفكس بري هاي أمينة راح تتكرر عليكم هواي، هاي معناها طبقة محيطة. يعني أني القلب هذا بطبقة يعني مثل غشاء يحيطه، هذا الغشاء سميه بري كارديوم، كارد قلب، بري كارديوم اللي هو الغشاء اللي يحيط التجويف القلبي أو التجويف الجسمي اللي داخله موجود القلب. كذلك البريتونيوم، البريتونيوم هو همين الغشاء اللي يكون محيط بالتجويف البطني، بالأبدومينال كافيتي، تجويف بطني. تجويف معناها كافيتي أو سعة، وأبدومين اللي هو البطن. إذن الأبدومينال كافيتي بيها شنو؟ بيها غشاء يحيط بيها اللي هو البريتونيوم. طبعا من خلال أنه قاعد نذكر مصطلحات إنجليزية ومصطلحات طبية هواي، هذا الشيء كلش راح يساعدكم. لا تنخبصون ولا تحسوا في شيء صعب، لأنه هذا إحساس مشترك ويا كل الناس اللي بدأوا بهذا المجال، بس بعدين راح تشوفوا في شيء كلش عادي، مثل ما أنا كنت أشوف ناس يقولوا لي بعدين راح تشوفيه عادي وأنا ما كنت أشوفه عادي، بس هسه يعني في شيء كلش عادي. حتى من أفكر ويا نفسي بالامتحان تجيب بالي هي الكلمات من وحدها. الكارديو مايوباثي، هسه بدنا نشوف هذا المصطلح كارديو مايوباثي بدون ما تبعونا. كارديو أنا عرفتها قلب، ومايو عضلة عرفناها، باثي، باثي معناها شنو؟ ما أدري. ما إذن كارديو مايو أكو فتشي بعضلة القلب، ما ذا أعرف شنو ما. باثي معناها مرض، معناها احتلال. منين جاية؟ من أكو يعني أحد العلوم الطبية اللي تم دراستها اللي هو الباثولوجي. باثولوجي لوجي اللي هو علم، وباثو الأمراض. إذن كلمة باثي معناها مرض. هسه تقولوا لي زين احنا هناك مايو قلناها بريفكس، هنا انا جيتي روت، ماكو مشكله عادي. يعني مو اللي تحفظون هاي بريفكس معناها هيجي لازم تجي بريفكس، لا خلاص انتوا عرفتوا مايو عضله، وين ما تجي مايو معناها عضله. كارديا قلب، جيتي بالنص جيتي بالبدايه هي قلب. هيجي يكون وصلنا قريب نهايه فيديو اليوم. مثل ما وعدتكم راح نرجع لهاي بيولوجي علم الاحياء نعرفه. مايوكاردايتس، آيتس، آيتس شنو؟ كان أكو صورة ولد واقف وأكو أشياء برتقالية، مو ولد، إنسان. أوكي يعني إنسان بغض النظر عن كونه ولد أو بنية. المهم إذن مايو كاردايتس، إذن آيتس التهاب، وكارد عرفنا قلب، ومايو عضلة، إذن هاي التهاب عضلة القلب. زين كارديولوجي لوجي علم، مثل بيولوجي لوجي هم علم، كاردي قلب، إذن هذا علم أو طب القلب. درماتيتس، درما قلنا موجودة بعيارات التجميل والجلدية، إذن معناها جلد، وآيتس التهاب، إذن التهاب بالجلد. بريكارديتس، آيتس التهاب، وكارد قلب، وبري اللي هو الغشاء المحيط بالقلب، إذن التهاب الغشاء المحيط بالقلب اللي هو التهاب البريكارديوم اسمه. الإندوكارديتس، أوكي هاي هسه هاي ما شفناها، بس أنا عندي إندو. إندو فتشي معناها شنو؟ فتشي بالداخل، هذا بريفكس معناها فتشي بالداخل. كارديتس إذن التهاب احد طبقات القلب اللي هي تكون اندوداخليه. اوكي نشوفوا، مع انه ما عرفنا بريفكس بس عرفنا نتعامل
ويا المصطلح، حتى لو ما عرفت انه هو احد طبقه داخليه، بس انا عرفت كارديتس، اذا اكو التهاب القلب. كارديوميوباثي، كارد عرفناها اللي هي القلب، والمايو عضلوباثي اعتلال، اذا هذا اعتلال بعضلة القلب. هيك نكون ان شاء الله يكون وضح تركيب المصطلح الطبي، ووضحت الطريقه اللي راح نمشي بها بهذا الكورس، انه احنا ما نحفظ، احنا نسمع الجزء من الكلمه بامثله هوايه لحد ما نحفظه، وان شاء الله راح يكون اكو صور توضيحيه واشياء تسهل عليكم مرحله انه اللغه شويه بها صعوبه عليكم. واتمنى تكونوا استفاديتوا، واتمنى لكم كل التوفيق.